عزيز امير هشام مفادنا في مونديال الانديه، ونتعرف من خلاله بقى على كواليس بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. يا امير صباح الفل عليك، ومستنيين نسمع منك بقى تفاصيل الساعات القليله المتبقيه على ان شاء الله الحلم اللي بنسعى وراه كلنا في مباراه بكره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. صباح الفل عليك يا كريم، تحياتي ليك، تحياتي لنهاوند، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وطبعا الكابتن الكبير كابتن اسامه عرابي تحياتي ليه. يعني خلاص الاهلي بيستعد من خلال اليوم النهارده، تدريبات هتكون في تمام الساعه 3 عصرا، لكن قبل التدريبات كان في بعض الامور الهامه اللي بتتعلق بالبعثه بالكامل، واللي بتتعلق كمان بمباراه بالميراس. هذه المباراه الهامه جدا، البدايه كانت الساعه 10 الصبح ب يعني اجتماع فني للمباراة الأهلي وبالميرس والاتحاد الدولي، وتم الاستقرار فيها على بعض الأمور الهامة. أهمها طبعا النادي الأهلي هيلبس الزي التقليدي بتاعه، التيشيرت الأحمر، الشورت الأبيض والشراب الأحمر، وده كان أهم شيء. في المقابل طبعا محمد الشناوي هيلبس كمان الزي الأزرق بالكامل. كمان اتفقوا على مواعيد الوصول للملعب قبل المباراة وانطلاقها بساعة ونص. بعد الاجتماع الفني في هذه اللحظات بتجرى المسحة الطبية الأخيرة لبعثة النادي الأهلي بالكامل، واللي بتتعلق سواء بمباراة بالميراس أو برحلة العودة للقاهرة بإذن الله يوم الجمعة. ونتائج المسحة دي هتطلع خلال يعني ساعات بإذن الله تعالى. كمان النهاردة في المؤتمر الصحفي لمستر بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي، المؤتمر الصحفي هيكون الساعة 1:30 في ملعب المباراة، ملعب المدينة التعليمية اللي هستضيف مباراة الأهلي وبالميراس، بخلاف طبعا مران الأهلي اللي قلت لكم عليه. بعد المران هيبقى في محاضرة أكيد من مستر بيتسو موسيماني للحديث على كل النقاط الهامة جدا بخصوص هذه المباراة. طبعا مهمة قوي بالنسبة لنا إن احنا نكسب البرونزية، نكسب المباراة دي وناخد المركز الثالث، هيبقى يعني شيء جيد جدا وإنجاز كبير بالنسبة للنادي الأهلي. طبعا الإنجاز الأكبر والأهم دايما الأهلي وجماهيره، هي أي بطولة بيشارك فيها النادي الأهلي، لكن في كل الأحوال الأهلي وصل للمرحلة دي بشكل جيد جدا، وبالتالي إن شاء الله بإذن الله الأهلي يقدر يفوز بالمركز الثالث على حساب بالميرس. الأمور ماشية بشكل إيجابي، طبعا بيغيب عن النادي الأهلي كهربا وحسين الشحات، وفي المقابل علي معلول يعني فرصه ضعيفة في اللحاق بمباراة بالميرس. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، وإن هو بإذن الله يفرح كل جماهيره. أنا والله انا عن نفسي يعني دايما بكتفي، ولكن من الواضح ان اختك نهاوند عندها سؤال كمان. اتفضل. طبعا صباح الخير يا امير، وعايزه بس اروح معاك نطمن على موقف حسين الشحات وكهربا، خلينا نعرف منك ماذا جديد في هذا الشأن. حسين الشحات وكهربا تم استبعادهم خلاص، او تم يعني حرمانهم من المشاركه في مباراه بالميراس، وده يعني بعد ما يعني وصلوا لمنطقه الجماهير وخرجوا من الفقاعه على هامش مباراه الاهلي وبايرن. فبالتالي كان قرار اللجنه المنظمه ان هم يتعزلوا في الغرف الخاصه بيهم كده، تعمل لهم مسحه، وده فعلا اللي حصل. وبعد ما المسحه اتعملت هم كمان قرروا ان يتم استبعادهم كعقوبه من المشاركه في المباراه الاخيره في المونديال، وده قرار الاتحاد الدولي واللجنه المنظمه يعني تحديدا، فهم خلاص مش هيكونوا موجودين مع النادي الاهلي في هذه المباراه. ان شاء الله يعني عندنا قائمه كامله من اللاعبين المميزين، اي حد هيشارك باذن الله، واي حد هيلبس تيشيرت النادي الاهلي يقدر يحقق الاهداف المطلوبه باذن الله. هل يعني الاستبعاد ده عشان برضو الناس تبقى فاهمه، لمجرد ان هم يعني ما التزموش بالاجراءات الموضوعه الاحترازيه المشدده طبعا، ولا علشان كان في خطوره؟ يعني حسب من المعلومات ان اي شخص كان داخل الاستاد هو بالفعل يعني قايم بمسحه والنتيجه بتاعته سلبيه، وما فيش قلق من ان حد يكون مصاب بالزبط. فخلينا نفهم اكتر. طبعا هو الاستبعاد ده عشان هم تجاوزوا التعليمات اللي كانت يعني موضوعة بالنسبة للجميع. هنا القصة ما فيهاش أي هزار، الموضوع فيه حسم كبير قوي قوي. يعني أنت دلوقتي ليك حدود معينة في الملعب، يعني إحنا مثلا حتى كباحث وإحنا بنتفرج على المباراة لينا أماكن معينة في الملعب، لو عدينا باب من الأماكن دي تبقى مشكلة، وهيبقى فيه عزل برضه، وهيبقى فيه مسحة وكلام من ده. يعني فالأمور هنا مرتبة جدا جدا، وده كله متفق عليه قبل البطولة في الحقيقة. لكن هو الشيء الغريب شوية، وأنا كنت قبل كده حكيت موقف مدرب المساعد لفريق أولسن هونداي الكوري، واللي كان متواجدين معانا هنا في مقر إقامة النادي الأهلي قبل ما يخرجوا من البطولة، وقبل ما يسافروا يعني بلدهم.
مع بداية البطولة قبل أول مباراة بالتحديد بكام يوم، يعني كان المدرب المساعد خرج غصب عنه من غير ما يقصد من مكان ما ينفعش يخرج منه، فبالتالي تم عزله لمدة 48 ساعة، اتعمل له مسحة وبعد كده طلعت سلبية والأمور بالنسبة له مشيت بشكل طبيعي. فأنا مستغرب بصراحة يعني شوية ليه ده ما حصلش مع حسين الشحات وكهربا، الناس كان ممكن يعملوا مسحة، المسحة طلعت سلبية خلاص كان ممكن يبقوا متاحين للجهاز الفني، لكن ده كان قرار اللجنة المنظمة في كل الأحوال. هم شايفين إن لازم الاتنين يتعاقبوا علشان يعني اخترقوا القواعد والتعليمات اللي كانت يعني متبعة واللي كان متعارف عليها وخرجوا خارج الفقاعة الطبية. ففي كل الأحوال يعني ده اللي حصل، لكن إن شاء الله بإذن الله أي حد يكون موجود على حسب اختيارات مستر موسيماني اللي أكيد ذاكر امبارح كويس جدا فريق بالميرس من خلال لقطات الفيديو اللي أكيد هيعرضها النهاردة على لاعبي النادي الأهلي، إن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين في المباراة. أي حد هيكون موجود بإذن الله يعني يحقق أهداف الأهلي وجماهيره، والهدف دلوقتي مهم قوي واللعيبة مركزين عليه هو الفوز بالمركز الثالث بإذن الله يا نهاوند. إن شاء الله يكون من نصيب الأهلي بإذن الله. إحنا بنشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز أمير هشام مفادنا في مونديال الأندية.